الصون في الكي بي سي حاجه خرق العاده، امور هاد لا كاليتي صون مليحه تاع الكي بي سي. كان هناك المهندسه الصوت تاعنا اللي هي الدليله اللي حتقولنا بمناسبه عام 2015. نقول لكم عام سعيد ونتمنى لكم الصحه والهنا في هذا العام اللي جاي جديد، وان شاء الله مجموعه واحد مازال متحققت له امنيه تاعو، ان شاء الله يتحقق له في لاني بروشان ان شاء الله. بون اني ميور فو لكاع لي كوليك تاعي تاع كي بي سي، الما فامي، الهدايا، وسورتو الحصه كافي سبور. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله 2015 يكون خير من 2014. كافي سبور هنا تسمونطا، والمسؤول على المونتاج تاعها هو حسن اللي حقولنا بمناسبه 2015. خويا حسن، وي نتمنى لكم عام سعيد، وان شاء الله يجيكم بالصحه والهنا، ونتمنى عام سعيد لكامل لا فامي جدي وبو ضربه وطاقم كابيسي. بارك الله فيك سليمه اللي دائما تضحك. سليمه تمنياتك 2015؟ تمنياتي رضا، ما تجيش تجي تمنطي معايا باسكو راك تهبلني بزاف، وما تجيبش لي زيماج ولا ميوزيك، انا نتيليشارجيها لك يونا مار. مو هذه تنحى في المونتاج، والامنيه تاعك الشخصيه؟ ما نحياش في المونتاج، انا منطيها امنياتي الشخصيه لكل العائله تاعي تكون بخير بيان سور، سورتو مون فيس ولي كوليك تاعي ثاني، ويما نقولها مواه يما بابا. وشنو عندي ان تروك معليش نقوله لك رضا؟ معليش ماذا بيا في كافي سبور تجيبونا احنا نسا، ماشي توجور غير رجال، ماذا بيا انا وحده كوم اون فام، ماذا بيا نحضر الكافي سبور. مرتك سمعتي هما يطالبوا ماشي راح نجيبهم القهوه. عام سعيد لكل الجزائريين ولكل عائله وكل اصدقاء وقناه كي بي سي، وان شاء الله كل عام في الرياده، هذا عامنا الاول ومازال انا جايين. على فكره دليله راهي معوله تروح من الصون للدوسون. هادي مازال ما قريتها. معليش يديروا دو فوا يا صح اخو، راني نستنى كاك تي في، انا روتر شويه صحيت. السلام عليكم. اعطينا تمنياتك 2015 سي توفيق. يا نتمنى ان شاء الله اللي ما حققش امنيه في 2014 ان شاء الله يحققها في 2015، ونتمنى ان شاء الله العام الجديد هذا يدخل علينا بالخير والبركات كاع لكل عمال قناه كي بي سي، وعمال ايضا مجمع الخبر وعلى راسهم الشركه الام جريده الخبر. ونتمنى ايضا ان شاء الله عام سعيد لكل العائله عدمان وعائله ياسف.